وهذه حواض الأزول اللي صورناها لكم، كان عليها الشاشة الأخضر اللي كنا نستخدمها بالصيف. الآن البرد يشتد يوم بعد يوم، فلازم نستخدم هالكيس هذا. هذا يسحب الحرارة ويحافظ على الجو المناسب للأزول. هذه هي الحواض، وهذا نفس الشيء لباقي الحوضين الصغيرة، راح نغطيها نفس الشكل. طبعا ارتفاع تقريبا 30 سنتي بين الأزولة والكيس هذا. وبهالشكل هذا يكون انت حافظت على الأزولة بموسم الشتاء من تأثيرات تغيير لون، من تأثيرات ضعف النمو وغيرها من مشاكل. خلص بإذن الله الآن أمورها 100% وتستمر معنا. هذه حواض الأزولة كذلك بإذن الله راح نغطيها. في تأثيرات بسيطة من البرد لكن ما عليها خوف، بعد التغطية بثلاث أيام راح تشوفون فرقها ونصورها لكم. وهذا سحبناه من الحواض الصغيرة، بإذن الله نبغى نعلف منها الدجاج يعني بإذن الله بعد التغطية خلال ثلاث أيام، ما كأنك أخذت من الحوض مرة وإنتاجها كثيف.